قبل ما اكمل كلامي في هذا الامر، خلينا نروح للجزائر والاعلامي الكبير في الجزائر الاستاذ عمر عطاب اللي هيكون معانا برضو علشان نساله عن او نشكره الحقيقه على هذا الدعم الكبير لكل البعثه، ونوجه لهم هذه التهنئه الكبيره الحقيقه مننا هنا من كل المصريين، تهنئه للشعب الجزائري والحكومه الجزائريه على هذا التنظيم الرائع لهذه البطوله. استاذ عمر، ازي حضرتك يا فندم؟ وسعداء جدا بوجودك معانا. اهلا بك كابتن اكرام الشاطر، بيك وبكل الشعب المصري الشقيق الذي نكون له كل التقدير وكل الاحترام شعبا وحكومة. يعني الحمد لله لو نتحدث على دورة الألعاب الأحرابية المتوسط قد عام 19، كما قلت كان تنظيم جيد، كانت ألعاب ناجحة بامتياز وبشهادة الجميع، مظبوط، ليس بشهادة إعلامي جزائري بل بشهادة الإعلاميين الأجانب والوفود الأجانب التي كانت حاضرة في هذه الطبعة، 26 بلد كما تعلم، و 3390 رياضي كان شارك في هذه الألعاب في 24 رياضة، سبع بلدان عربية منها مصر التي تألقت في هذه الألعاب كما عهدناها في الألعاب. قبل ما حضرتك تكمل، يا مصر تألقت الحقيقة بفضل الجمهور الجزائري اللي كان متواجد في كل الصالات وفي كل الألعاب الحقيقة، ومساندة كبيرة جدا وقوية جدا لكل من ينتمي لمصر الحقيقة في كل الألعاب. صحيح، والله هذه بشهادة الجميع وشهادتي أنا أيضا. أنا أتكلم معك كإعلامي جزائري تواجدت أيضا، لا أتواجد فقط في الاستوديو، حتى أنا كان عندي شغف كبير أنه نشاهد هذه الألعاب عن قرب. نعم. ولما لما لما شاهد في النهائي، شاهد رياضي مصري مع رياضي اخر من بلد اخر، كل الشعب الجزائري يهتف له بالنصر وبالفوز، ولما يفوز القاعه كلها يعني تصفق له كما نقولوا، ويكون فرح فرحتين كانه الميدالية الذهبية اللي تحصل عليها المصري هي تحصلت عليها الجزائر، والميدالية الذهبية اللي تحصل عليها الجزائر كانها تحصلت عليها مصر. كان أيضا عندي حتى في البرنامج كان عندي ضيوف من مصر، رئيس الوفد المصري للملاكمة كان أيضا شكر الجزائر على التنظيم، على حسن الاستقبال وكل الظروف الجيدة اللي كانت هنا في الجزائر، وكأنهم في مصر وليس في الجزائر، لأن حتى الجزائريين لما يشاركوا في أي منافسة في مصر كأنهم في الجزائر أيضا، وهذا شيء جميل. ودائما إن شاء الله هذه العلاقة الطيبة تكون متواصلة، وأكيد راح تكون متواصلة بين شعبين شقيقين، حتى انه التألق المصري من ناحيه الميداليات ايضا اللي تحكوا عليه انه 13 ميداليه ذهبيه شيء جيد ولا يستهان به. الجزائر في كما تعلم انه في المركز الرابع ب 21 ميداليه ذهبيه بفارق ميداليه ذهبيه واحده فقط عن فرنسا اللي في المركز الثالث، كما يعلم الجميع انه ايطاليا عادت بقوه واحتلت المركز الاول 48 ميداليه ذهبيه، ثم هناك تركيا 45 ميداليه في المركز الثاني. نعم. عربيا الجزائر في المركز الاول، مصر في المركز الثاني، يعني شيء جميل انه حتى التقارب بين الجزائر ومصر في الترتيب وفي الميداليات. طيب، انطلق منذ 40 دقيقه تقريبا او من اقل من ساعه. صحيح. حفل الختام. صحيح. يعني قول لنا ايه الاخبار والدنيا ماشيه ازاي؟ والله حفل الختام، من لم يحضر حفل الختام يعني نقول ضيع شيء كثير، يعني ضيع حفل كبير وكبير جدا، رغم انه الحمد لله قنوات جزائريه وقنوات عالميه. نعم. راح تنقل الحفل الختام الذي سيكون ضخما بضخامه الجزائر، بضخامه شعبها وبضخامه ثقافتها، و
بضخامة تنظيمها أيضا. حفل الاختتام لن يقل ضخامة، خلينا نقول لك، عن حفل الافتتاح. نعم. كل الظروف مهيئة لإنجاحه، بوجود خلينا نقول لك بعض من المغنيين العالميين، هناك ضيف شرف أيضا متواجد بالملعب بالمنصة الشرفية، هذا المغني دي جي سنيك المعروف عالميا. عالميا نعم. صحيح صحيح متواجد. وهناك الشاب مامي، اكيد تعرف طبعا هذا طبعا المغني طبعا المغني الكبير ايضا زميلي. وايضا هناك شخصيات ايضا بتوجه، هناك رئيس رؤساء دول، وهناك وزراء دول ايضا متواجدين كما تواجدوا في حفل الافتتاح. تعرف انه حفل الافتتاح لا يكون يعني مدته طويله كحفل ربما الافتتاح، الاختتام اقول، مدته راح تكون قرابه ساعتين، لانه حفل الافتتاح كان اكثر من ساعتين ونصف. تصور انه حفل اكثر من ساعتين ونصف يعني شيء كبير ورهيب، امكانيات كبيره وفرتها الدوله الجزائريه. ونتحدث ايضا على ليس كاعلامي جزائري او شخص من الجزائر يتحدث، لكن خلينا نقول بكل صراحه بانه الامكانيات التي وضعتها الدوله الجزائريه لانجاح هذا العرس كان امكانيات كبيره وضخمه، وانشات منشات جديده خصيصا بهذه الطبعه. الحقيقه ده كان واضح مع كل البعثات، الحقيقه استاذ عمر كانت حاجه رائعه جدا. انا بشكرك جدا جدا على تواجدك معنا وعلى كل هذه المعلومات، وواضح جدا جدا النجاح الكبير اللي عملته الجزائر في استضافه حدث كبير جدا، بطوله الالعاب البحر الابيض المتوسط. مصر زي ما حضراتكم سمعتوا في المركز الثاني عربيا يعني بعد الجزائر. كل التوفيق ان شاء الله، والف الف مبروك لاخواتنا في الجزائر على كل هذه الامور.